السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على ريان شرقي، وين يبقى وين أصبح بديل بير في ريال مدريد. احنا هذا ريان شرقي واحد الخطرة تشوف كيما تهدر عليه، تشوف لي كومونتير تولي تضحك، يقول لك كيما معنا ما نديروا به، عندنا خير منا هنا في الجزائر. يقول لك عندنا خير من الاهلي في الجزائر. ليش وخدوا الناس هذو الناس ضد نجاح الجزائر، ضد نجاح المنتخب الوطني، ضد كلش. على بالكم بنادم كي ريان شرقي تصيب واحد يجي يقول لك باللي عندنا خير منهم، ولا يقول لك عوار ما عندنا ما نديروا به، ولا يقول لك ايت نوري ما يقول لك ما عندنا ما نديروا به، ولا العروس يقول لك ما عندنا ما نديروا به. عرفوا باللي هو هذو الناس يهضروا باش يهضروا، يهدر باش يهدر. انا كي نشوف ضروك بنادم يجي يقول لك ريان شرقي عندنا خير منه، تقول له عوار، يقول لك عندنا خير منه، اللي باغي يجي وحده، اللي باغي يجي الله يسهل عليه يجي وحده، يديروا كيما ديرو. قال لك يديروا كيما ديرو ديلور 2013 كو بغات تديه فرنسا، كانت غادي تديه فرنسا. ديلور لعب في فرنسا كو بغاو يدوه كانوا غادي يدوها، باش يكون على بالكم. ديلور كي تقول له يجي وحده، ديلور خدم كاع كواطو وحده، ديلور خدم كلش وحده، ديلور كان صامت، ديلور فضح كاع الناس هذو امام الجزائريين، ديلور كان صامت فضحهم كاع وحده هكا هكا. دار حاجه كان نجي انا تعاني يسموني نجي. ديلور لي حكيم الدال العام اللي فات كيما ذا القيس في رمضان، حالي هذاك انيس حليمه هذيك قالت له القضيه تاع ديلور واصله، اش قال لها؟ قال لها اضعنا الوثائق تاعو، قال لها ضيعنا الوثائق تاعو. بصح كي تبقى تشوف انت تشوف عوار يخرجوا لك ناس عندهم وذنيهم طالعين شويه يقول لك لا عوار عندنا خير منه، شرقي عندنا خير منه، عندك خير منه. يقول لك لا، او يقول لك محرز وابراهيمي وفيغولي وبلايلي، او دي هادو غادي ما يقعدوش محنطين، غادي ما يقعدش، عنده 28 عام، هذا غادي يجي تجي بيريود يحبس، تولي يعطاك في عطاوك في لافريك في كوب دافريك، تولي كوب دي موند تكون تاكل عليهم ما يعطوك والو، تولي في الكاليفيكاسيون ما يبدو لك والو. انتوما راكم غالطين يا جماعه، البوله صعيبه، بولاش عم اللاعب شنا طلع 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 ما نهود، عم الزوج عم ثلاثة بال، هذا بال كانوا يشوفوا فيه باللي بال راح للريال، ولا يعيطوا له الفتى الزجاجي، فتى الزجاجي. احنا عندنا لاعبين دائما يتبليساو، لازم لك دائما تكون عندك لاسويت، يكون عندك احتياط، ما تغلطوش روحكم يا جماعه. وإن لازال اللاعب الجزائري ريان شرقي مرشح بقوة لمغادرة أولمبيك ليون الفرنسي في فترة انتقالات الصيفية المقبلة، والتوقيع في نادي ريال مدريد بعد عدم تأهل أولمبيك ليون للمشاركة في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم المقبل، فإنه من المتوقع أن يشهد الفريق الفرنسي مغادرة جماعية لأبرز نجوم الفريق. ومن جهته كشف موقع فوت الفرنسي بأن ريان شرقي قريب من انتقال إلى ريال مدريد، ويريد المدرب نادي الملكي زين الدين زيدان ضم اللاعب صاحب الأصول الجزائرية ريان شرقي في إطار سياسته لتعزيز الصفوف الفريق، وليكون بديل لبيل مرشح للرحيل من ريال مدريد الصيف المقبل. ويمتلك ريال مدريد تشكيلة رائعة من اللاعبين الشباب، بعضهم في الفريق الأول والبعض الآخر قامت بإعارتهم لأندية أخرى، في صورة كل من يعني كون نقولوا حكيمي، فيراتي، يعني كاين بزاف لاعبين، رودريغو، بالإضافة إلى يمكن تضم ريال شرقي صاحب 16 عام. راك تشوف درك نتايا نهضروا حاجة مليحة. شوف سياسة تاع ريال مدريد عندها لاعبين طلقتهم بعد عاود تردهم، يدو تجربة، راهم يلعبوا في الأندية وخت آخرين إعارة،
يدوا تجربة وجيبوا زيد رايان شرقي عنده 16 عام. هذا الوقت انت الا ما تضغطش على هذا اللاعب تجيبه من ضرب وين تجيبه؟ وين تمستوا ما امنتوش؟ كنتوا تقول صح قلتوا لنا العروسي راه يلعب في الرادف صح قلنا صح. حنا شلنا مي جبنا بن ناصر الناس كاع ناضت هنايا بن ناصر بن ناصر شراوه بن ناصر طاوه الدراهم بن ناصر منا بن ناصر ما كاش المكانه تاعو بن ناصر منا بن ناصر منا روح راه بن ناصر وين راه كوما يلعبش الناس تكذبهم الشقيقه في رسالة كوما يلعبش بن ناصر الناس تمرض نقولوا باللي 50% بن ناصر ليكيب ناسيونال 50% ليكيب ناسيونال بن ناصر من الكوب دافريك والواحد لهنا بن ناصر 50% الخدمه تاعو 50% في ليكيب ناسيونال تجي انت دروك يقول لك راه اخر في الراديو يا ودي جيب دروك جيبهم هاودي رانا نشوفوا باللي راهي مستوى ثالث انا عندنا 14 جوار برك من الكوب دافريك والواحد لهنا 14 جوار يا ودي ماهيش لعبة تتلعب بالورقة والستيلو غادي تلعب في الميدان فيها كالبيكاسيون كوب دافريك فيها كالبيكاسيون كوب دي مود وعندك تلعب كوب دافريك عندهم اللعبة عندهم الشامبيونات تاعهم يعني ماهيش لعب كنا نلعبوا بعطال ونلعبوا بقديورة وعطال تبليساو التالية في مارس بيبغينا نلعبوا بن امريكا مبليسي عمر هو شويه 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 لهنا عمر هنا في راسه بن سبعيني كان مبليسي عندك الدو والتروا والسان كانوا مبليسيين بلايلي كان مبليسي هاو انتوما هاو خمو شويه هاو لا غير تهضروا باش الهضره باطل لا ماشي تهضره حنا على بالنا باللي الاتحاديه ما حنا على بالنا وين تبهديله مكلف بالاعلام وين توصل يقول لك قالوا له لوكا زيدان قال لهم ما على بالناش رئيس اتحاديه ما على بالوش اعضاء ما على بالهمش هني انتوما شكون دايرين شكون تقولوا شكون قاعدين ديروا شكون قاعدين ديروا تصيدوا هنا اللعابه تبيعوهم للنيس تما تصيدوا قاعدين هنايا تصيدوا اللعابه تبيعوهم للنيس في ستيف كاين بوصو بيع في تما نتوما كيما هكا اتحاديه وكاله تاع لاعبين لبيع لفرنسا وكاله سياحيه تاع اللاعبين تما اتحاديه كومبلي وكاله سياحيه تاع لاعبين ها والله تما وكاله سياحيه تاع لاعبين وصايب هذا مكان كيما كانوا يخدموا من قبل صحافيين متقربين بزاف الاتحاديه هذه اتحاديه تاع 2017 اتحاديه هذه كان مي تبغي تروح لفرنسا خلص راك رايح مع الطياره اللي مع الجواره 60 لاعب 70 60 واحد 80 واحد يدوهم يبيعوهم دراهم ديبلاسمون دراهم كوي ديبلاسمون يحطوهم بالدراهم يا ودي ديبلاسمون باطل قلت لك باطل يدوهم من فماك الناس تروح ما توليش كانوا الناس يروحوا منا ومن بعد ما يولوش كانت وكاله سياحيه دروك هذه اتحاديه ولات وكاله سياحيه تاع لاعبين بيت روح لازم تفوت على الاتحاديه ومن الاتحاديه تروح للنيس روح جيبو جوار انا نقول لكم روح جيبو جوار برك هما لاعبين لاهين منه حطمتو كلش باقيين هذ اللعابه تاع نقولوا اللعابه تاع الحاج محمد راوه باقيين هذو راهم مطلع لكم شويه نيوفاتكم مع اللي غادي يروحوا هذا الخدمه هذا غادي يخلي موراه نار كيما خلاها حداد والعصابة خلاوها مورام خامجة هذا فيك يخمم باش يخليها خامجة أنا أقولكم زابشي تاع لافار زابشي تاع لافار اللي زابشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وم الزبوج الرشايقة هذي يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل والاولى وطنيا في انتاج الثوم وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي
هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.